أهلا بكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة من برنامج حقائق ورقائق لتصحيح المفاهيم وترقيق القلوب. هيكون معنا بإذن الله فضيلة الإمام الدكتور محمد عبد ربه إمام وخطيب وزارة الأوقاف للإجابة على أسئلة الحلقات. وسؤال حلقة النهاردة: هل يجب على المسلم أن يكون مقلدا وتابعا لأحد أئمة المذاهب الفقهية المعروفة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين، وبعد. معالي الدكتور محمد، في الرد على السؤال الذي تفضلت به حول هل على المسلم أن يكون مقلدا لأحد الأئمة إلى آخر هذا السؤال، أقول وبالله التوفيق، الأصل الذي أضعه قاعدة للإجابة على هذا السؤال هو قول ربنا تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا هو الأصل في الإسلام، أن يكون الاتباع للكتاب والسنة، فشريعتنا تؤخذ من الوحي سواء كان متلوا كالقرآن الكريم أو غير متلو كالسنة. وبناء على ذلك نقول: إذا كان المسلم أهلا للاختصاص والتبحر في العلم، ويستطيع بأدواته العلمية أن يتعامل مباشرة مع القرآن والسنة، وأن يستنبط الأحكام من الأدلة، جاز له ذلك. ولا شك أن هؤلاء في الأمة قليل، وعز نظيرهم. وإذا كان المسلم ليس أهلا للاختصاص فهو مخاطب بقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأعظم أهل الذكر شأنا بعد الصحابة والتابعين هم هؤلاء الأئمة الأربعة، أعني أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الاتباع ليس حكرا عليهم وحدهم، كل ما في الأمر أن هؤلاء وجدوا من الأتباع والتلاميذ من ينقل عنهم علمهم ويرتبوا ويبوبوا ويوصلوا إلينا سهلا ميسرا، بدليل أن أهل العلم قالوا: إن الإمام الليث أعلم من مالك، إلا أنه لم يجد من ينقل عنه هذا العلم. فاتباع هؤلاء فقط يريح المجتمع من الخلافات في القضايا والمسائل المتعلقة بالدين. ولعل المستمع الكريم أن يتساءل: هل لي طيلة حياتي أن أتبع مذهبا واحدا ويحرم علي أن أحيد عنه؟ نقول له: لا، لأنه ليس هناك نص في القرآن الكريم يلزمك باتباع مذهب دون آخر. فتلامذته هؤلاء الأئمة هم الذين خلقوا هذا التعصب لهذه المذاهب. فالقاعدة: فاسألوا أهل الذكر، وهم جميعا أهل الذكر. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يفعلون ذلك، إذا عن لهم أمر البعض يحلو أن يسأل سيدنا ابن عباس، والبعض يذهب لسيدنا ابن مسعود، والبعض يذهب لسيدنا عبد الله بن عمر، والبعض يذهب لسيدنا زيد بن ثابت. الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله قطب من أقطاب العلم في تاريخنا، كان من أكابر الأئمة في المذهب المالكي، ثم انتقل بعد ذلك إلى المذهب الشافعي فصار إماما فيه، فيجوز له أن ينتقل من مذهب إلى آخر، ولكن بشرط ألا ينكر عليك الأئمة الأربعة في هذه المسألة. بمعنى: لا تتبع رخصة مسألة في قضية معينة وقد حرمها الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، لم يحرموها من بنات أفكارهم، ولكن من خلال الأدلة التي وضعها ربنا في القرآن والنبي في السنة. لأن بعض الناس شعاره: أين العالم الذي يقول يجوز؟ ونحن بذلك ننقض عرى الدين، ويصبح كلأ مستباحا عندما نتتبع الرخص فيه. وهؤلاء الذين أشار إليهم ربنا في قوله: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ويشترط كذلك ألا تأخذ برأيين في مسألة واحدة. على سبيل المثال: أنا حنفي، نزول الدم لا يفسد الوضوء عند الشافعي ويفسد عند أبي حنيفة، فينزل مني الدم، وأنا على المذهب الحنفي. أقول: لا، أنا سأخذ بمذهب الإمام الشافعي وأصلي ولن أعيد الوضوء. فهممت بالصلاة، فجاءت امرأة فسلمت علي. سلام المرأة على الرجل ينقض الوضوء عند الإمام الشافعي ولا ينقض عند الإمام أبي حنيفة. أقول: لا، سأعود إلى مذهب الإمام أبي حنيفة. هنا أخذت برأيين مختلفين في مسألة واحدة، وهذا ما يرفضه رب العالمين تبارك وتعالى. أصبح المسلم هنا كالمريض الذي يذهب إلى طبيبين للعلاج، فيصف كل واحد دواء، فيأتي بالدوائين ويخلطهما، ثم يتناول الدواء الأول مع الدواء الثاني فيفسدهما سويا، وهذا يسمى بالتلفيق. إذن عمدتنا أن الاتباع للكتاب والسنة، ولكن اتباع هؤلاء الأئمة يريح المجتمع من كثير من الخلافات التي تطرأ على ساحة الدعوة إذا عنا لنا أمر في قضية من قضايا الدين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسنت فضيلتك، ونفعنا الله وإياكم والسادة المتابعين دائما بكل الإجابات القيمة اللي حضرتك بتفضل بيها في البرنامج، وإلى أمل في حلقة قادمة.